مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الوفد الإنجليزي الأمريكي، شجاعة السيسي أثارت إعجابنا. زيارة الرئيس وحرمه لشادية حديث مواقع التواصل. الصحة تكشف حقيقة المادة الفعالة في الأدوية. وأزمة دبلوماسية بسبب جمبري ترامب. وإليكم تفاصيل النشرة. شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثارت إعجابنا، هذا ما أكده ممثلون عن وفد الطائفة الإنجليزية الأمريكية الذي قام بزيارة مؤخرا لمصر والأردن، مشيدين في تصريحات لموقع سي بي إن الأمريكي المسيحي بتواضع الرئيس وانفتاحه على مقابلة المسيحيين الإنجليين وقوله إنه يعمل من أجل مصر آمنة ومتاحة لأي شخص مسلم مسيحي يهودي أي إنسان، مشيرين إلى أن مصر لا يزال أمامها شوطا طويلا على هذا الصعيد لكنها تحقق تقدما كبيرا وهائلا. هذا ولا تزال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه للفنانة شادية بالمستشفى للاطمئنان عليها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب عودتهما من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة بعد المشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، فيما قدم خالد شاكر ابن شقيقة الفنانة القديرة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الشكر للرئيس على تلك اللفتة الطيبة، مشيرا إلى أن الرئيس استمع إلى شرح الأطباء المتابعين لحالتها ووعد بتكرار الزيارة. كانت صاحبة يا حبيبتي يا مصر قد تم نقلها للمستشفى عقب إصابتها بجلطة في المخ مؤخرا. أكتوبر والاستثمارات، فقد أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان الوزارة الشهري عن زيادة في حجم الاستثمارات الجديدة الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 191% لتبلغ حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بمليارين و300 مليون جنيه عن نفس الشهر العام الماضي، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتبلغ 11 مليار و500 مليون جنيه مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه خلال أكتوبر من العام الماضي. الصحة تكشف حقيقة المادة الفعالة، فقد أكد مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة أنه لا فرق بين الدواء المحلي والمستورد، مؤكدا أن كلاهما به المواد الفعالة نفسها ويخضعان لنفس آلية التصنيع المعمول بها عالميا، مشددا على أنه تتم مراقبة مصانع الأدوية بشكل جيد ودوري حيث تخضع للفحص بنظام العينات العشوائية ما يجعلها في حالة طوارئ دائمة استعدادا للتفتيش في أي وقت، مضيفا أن هناك سلسلة من الآليات الرقابية المتبعة بعد التصنيع تجعل الدواء آمنا وأي خلل يعرضه للإعدام والسحب من الأسواق مهما كانت الكميات. وجهان السادات ترفض الدعوة لزيارة إسرائيل، فقد قالت القناة الثانية بتلفزيون الكيان الصهيوني إن حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات رفضت الدعوة التي وجهت إليها من قبل الرئيس الإسرائيلي لحضور الحفل الذي سيقيمه في منزله بالقدس للاحتفال بمرور 40 عاما على زيارة السادات للقدس. وأضافت القناة أن مسؤولين كبار في الحكومة المصرية رفضوا حضور الحفل، مشيرين إلى أن السفير المصري لدى تل أبيب حازم خيرت هو من سيحضر الحفل. أزمة دبلوماسية بسبب جمبري ترامب، فقد قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن قائمة الطعام التي قدمتها كوريا الجنوبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى سيول أثارت غضب جارتها اليابان، وذلك لاحتوائها على مأكولات بحرية مثل الجمبري حصلت عليها من جزر محل نزاع إقليمي بين البلدين، ووصفت وسائل الإعلام اليابانية مأدبة العشاء بأنها مناهضة لطوكيو. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.